غرس قيم المحبة والمبادئ السامية التي تحل بها الرسول الأعظم وتعميقها في نفوس الأجيال هدف رئيسي لفعالية الاحتفال بالمولد النبوي التي نظمتها مدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب السماوي في العاصمة صنعاء. بدأنا نتوج احتفائية مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مدارسنا، والهدف الأساسي والاستراتيجي أننا نعمق أولا نتعرف على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعرف أبنائنا عليها. المشاركون في الاحتفال أكدوا أن المولد النبوي يمثل محطة هامة لأبناء الأمة الإسلامية في إتباع نهج عليه الصلاة والسلام في مختلف مناحي الحياة وأهمية تطبيقها في الواقع المعيشي لانتشال الأمة من وضعها المتردي التي وصلت إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وحدنا، وضروري نحن في هذه المناسبة لإحياء ذكرى مولده ضروري أن نقتدي بما أمرنا به وأن ننتهي عن ما نهانا عنه وأن نكون كلنا جميعا متوحدين. الفعالية تخللت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية والمقطوعات الفنية جسدت المكانة الرفيعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآن إلى نشرة